والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. لقاء يتجدد مع وقفات بين يدي آيات رب العالمين سبحانه وتعالى. وكنا قد افتتحنا حديثا حول سورة البقرة سائلين الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفهم عن مراده عز وجل لما أنزل سبحانه جل في علاه. توقفنا حول الحروف المقطعة ورأينا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يلفت بها أنظار الكافرين كما أنه يستوقف عندها أولئك المؤمنين الذين يزدادون إيمانا بما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم في ذلك الكتاب حين يعلمون أنه كتاب مصنف مؤلف مما تتكون منه حروفهم وكلماتهم التي يعتادونها في حياتهم اليومية، غير أن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الكتاب أسرارا بالغة لا يستطيع أحد من الخلق أن يحصيها بشكل ما. فهناك إعجاز من النوع العلمي، وهناك إعجاز عددي، وهناك إعجاز بلاغي وبياني إلى آخر أنواع الإعجاز الموجودة في القرآن الكريم. ومن البداية رب العالمين سبحانه وتعالى يضع أمام عقولنا وقلوبنا الهدف من وراء ذلك الكتاب ألا وهو هداية الخلق، وكأنه يلفت نظر المسلم إلى ما ينبغي أن يبحث عنه في حياته، أن يبحث عن الهداية، وأن يكون ذلك هو مفقوده الذي يبحث عنه في كل شيء وفي كل وقت. فليس البحث عن المال في ذاته، وليس البحث عن المنصب في ذاته، وليس البحث عن الزوجة أو العيال، بقدر ما يكون البحث عن مصادر الهداية في حياة البشر. رب العالمين سبحانه وتعالى يحدث أنه لن يهتدي إلا الذين في قلوبهم أصل التقوى، الذين في قلوبهم أصل الورع. أما أولئك الذين طبع على قلوبهم فليسوا محل الخطاب في هذه الآية. ثم يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى الناس أمام أعين أولئك المهتدين إلى ثلاثة أقسام: المؤمنين، المتقين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفقون مما رزقهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يؤمنون بما أنزل الله تعالى من قبل وبما ينزل على محمد وبما سيلقون من حساب بين يدي رب العالمين، وهذا فريق منهم. والفريق الثاني هو أولئك الكافر الذين كفروا وانتهت عندهم موازنات الحياة، خلاص المعادلات عندهم أصبحت مستوية لهذا الحد، كافر حياتي دنياي ليس شيئا بعد ذلك، انتهت المعادلة عنده إلى هذا الحد. وهذان الصنفان كما ذكرنا سلفا هما في منتهى الوضوح، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مؤمن وهذا كافر. لكن الإشكالية تبقى في الصنف الثالث وهو صنف المنافقين. فراس فراس بليز كلوز ذا دور، بارك الله بارك الله. هؤلاء المنافقون الذين ضرب الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة تعبر عن صنيعهم وصفاتهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا مخالف الحقيقة وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر ما يذكر سبحانه جل في علاه حول هذه الصفات التي هي لهم. بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى لنا مناط التكليف، ما هو النداء الذي ينشده رب العزة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توقفنا عند هذا الحال عند هذه الآية في اللقاء الماضي، وذكرنا أن الهدف من وراء العبودية إنما هو نفس الهدف المنشود في بداية السورة، ألا وهو تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. لكن دعونا نذكر بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر أو نادى بالعبادة بعد خطاب وجهه إلى أولئك المنافقين أو الكافرين، بيسميه في لغة الإعلام بيتسمى والله أعلم إن صحت ذاكرة في ذلك التأثير الإيحائي. يعني إيه الجملة دي؟ الجملة دي أنا بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم،
أنا آسف لا أستطيع أن أجمع تفكيري لأنني أتيت متأخرا لأني لم أستطع أن أخرج من البيت مبكرا لأن أحوال البيت غير مستقرة لأن كذا الله أكبر فأتيت من يعني حلقة الكلام التي هي هنا ذهبت بك إلى هناك إلى حيث البيت والاحتياجات التي فيه والظروف الخاصة التي أمر بها وكذا وكذا فجعلتك مباشرة تشفق علي فما من مطلوب أطلبه منك إلا وتلبيه متى حصل ذلك؟ بعد مرحلة التأثير الإيحائي فإذا قلت لك إنني أتحدث الآن بفضل الله تعالى بهذه القوة حيث التلقي الحقيقي للعلم حيث درسنا في الأزهر وتعلمنا كذا وجلسنا بين يدي الشيوخ وكذا وكذا ما الذي أريد أن أصل إليه بعد هذه الحكاية؟ أريدك أن تسألني أين أستطيع أن ألتحق بالأزهر وأطلب العلم مثل هذا الذي أراه بين يدي فهناك ما يسمى بالتأثير الإيحائي أوحي لك بشيء يكون كمقدمة لطلب يطلب منك بعد ذلك متخيلين المسألة دي؟ طيب إيه اللي حصل؟ دعونا نتصور هذا المثال رب العالمين سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تجارة إيه؟ وكأن هؤلاء الذين كفروا إنما يعيشون لأنفسهم وحياتهم الدنيا وتجارة حسبوها من الكتاب خلاص هو عايز الدنيا دي هياخدها وهيشتريها بأي ثمن حتى لو كان الثمن هو الدين هو الألوهية الربوبية أيا ما يكون طيب خلونا نتصور شكل هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى يقول مثلهم نتفرج بقى على المثل ده نفتح الكاميرات بقى والزوم والثري ديمنشن بقى والحاجات الحلوة دي ونقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هو إمتى الواحد بيستوقد نار حاجة من اثنين يا إما في الضلمة يا إما في البرد في حاجة ثالثة في احتمال ثالث إمتى تجيب حطب تستوقد نار يا إما الدنيا ساقعة قوي يا إما الدنيا ظلمة جدا يا إما مقطوع في الصحراء وليس عنده شيء فيريد أن يمضي شيئا بين يديه أو يدفئ ماء إلى آخره فإيقاد النار إنما يكون لحاجة من هذه الحاجات ولنتخيل أنهم في الصحراء يسيرون في وسط صحراء الحياة وإذا هم يستوقدون النار والنار تضيء فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يعني جمع الحطب وطلب إيقاد هذه النار فلما اتقدت وأضاءت ما حوله إيه رأيك؟ يشوف دلوقتي ولا ما يشوفش؟ المفترض يشوف لكن الله تعالى سلب منه الآلة التي من خلالها يستطيع أن يرى أو لا يرى طب أنا فهمت إيه من الكلام ده؟ إيه موضوعي؟ هؤلاء الناس لما جمعوا أدوات الحياة الدنيا واستشعروا أن هذه الأدوات الفلوس اللي من هنا والمحلات اللي هنا والتجارة اللي هنا والمنصب اللي هنا والحاجات دي كلها استشعروا أن الدنيا دي هتوقد بين أيديهم شيئا يبتهجون به إما أنه هيتدفى به من برودة الحياة وما فيها وإما أنه هيضيء ظلمة الدنيا بهذا المال الذي يريد أن يجمعه بمصادر مختلفة حتى لو كان المصدر كفر بالله والعياذ بالله حتى لو كان كفر بالله والعياذ بالله فقد ابتغى ذلك السبيل طيب فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يخبر أنه بدون هذه الآلة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الله سبحانه وتعالى سلب منهم مصدر التلقي زي ما كنا بنقول مصدر الرؤية ها؟ العين فهو هيشوف النار اللي ولع بيها أو اللي ولعها علشان يبصر من خلالها الأشياء اللي حواليه فلما يجي حد يعتدي عليه بأشياء لما يكون حيوان حيقرب من المكان وفيه يبقى مبصر متق وهكذا فإذا الله سبحانه وتعالى يسقط منه ملكة البصر يسقط منه الآلة الآلة في قضية الإيمان إنما هي القلب والاستيعاب ولذلك نرى أن رب العالمين سبحانه وتعالى في مواطن أخرى يقول طبع الله على قلوبهم انتهت مسألة خلاص كده؟ طيب رب العالمين سبحانه وتعالى يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون لو تخيل أنا همشي مع المثال تخيل إحنا وصلنا لمرحلة في الصحراء وبعدين حاولنا نوقد نار وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى سلب الآلة فلا انت عارف تتقدم الى الامام ولا عارف يرجع لورا اصبحت الدنيا كشركاء متشاكسون فيك ده الفلوس عماله تشد فيه من ناحيه
والبيوت عماله تشد فيه من ناحيه، والمنصب بتاعه بيشد فيه من ناحيه، والوجاهه الاجتماعيه عماله تشد فيه، فعنده حاجات كتير بتشد فيه، فمش قادر يا مسكين يتجه في الاتجاه، مش قادر يمشي في ناحيه. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، تخيلين بقى المشهد ده، الراجل ده فين؟ في وسط الصحراء، حاول يجمع نار، الدنيا. رب العالمين يقول او، لا هنضرب مثال تاني او مثال تكميل، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرد. الهدى اللي نازل من عند الله، متخيل الهدى الذي ينزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، احنا قلنا الكتاب عباره عن ايه؟ هدى للمتقين. الهدى اللي نازل من عند الله كصيب، صيب النافع، مطر شديد نزل على ارض تحتاج الى هذا المطر، الطبيعي انه يعمل ايه؟ انه يوقد فيها حياه مره اخرى. غير ان المنتظر لهذا المطر لم يتحمل تبعات وملحقات هذا الصيب. ايه ملحقات الصيب؟ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. صاحبنا قال لك لا انا لا عايز الصيب وخليني متداري لا رعد ولا برق. فاكرين لما كنا بنتكلم عن سورة الكهف، تكلمنا عن اصحاب الكهف، وقلنا ان عقد الايمان انما هو عقد ولاء مع الله تبارك وتعالى، وايضا لا بد ان يتضمن هذا العقد عقد تضحيه، اني اؤمن بالله عز وجل والايد الاخرى بقول فيها ايه؟ واضحي لاجل هذه الديانه التي امنت بها، اضحي لاجل دين هذا الاله الذي امنت به، اضحي لاتمام هذا العقد مع رب العالمين سبحانه وتعالى بتطبيق ما يامر به سبحانه جل في علاه. فانا عندي حاجتين، الايمان اللي بيمثل الانتماء والولاء. طيب وايه تاني؟ العقد للتضحيه، مطلوب منك فلوس هتدفعها، مطلوب جهد بشري هتعمله، جهد ذهني، جهد مالي، الى اخر هذه الانواع من الجهود المبذوله عند البشر. كل ده انا متفق عليه. امتى؟ لما عاهدت رب العالمين سبحانه وتعالى اني له عبد وانه لي اله سبحانه جل في علاه. يقول رب العالمين او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في ان كان في الدين شر وهو فيه شر عنده. يعني هو شايف الدين شر. انت يعني ايه الدين شر دلوقتي؟ يعني الناس الملتزمه بدينها دلوقتي اما متقل في سجن واما ماشي مش عارف فين واما متاخد فين واما كذا كذا كذا. طبعا في حاجات في الوسط، ما حدش طلب انك تروح هنا ولا تروح هنا، بس خليك في الوسط. لا اصلا خلاص بلاش الحكايه دي، نقول مثال اخر. ايه المثال الثاني؟ ان الناس الملتزمه بالدين بتروح المسجد الفجر ويرجعوا منه اخر النهار في بعد صلاه العشاء، والراجل تعبان قاعد هو وتعبان ونايم على روحه ومش عارف يركز معانا ولا يركز في الحلم اللي عايز يحلمه في الليل. قصه كده ضخمه جدا. انا يا عمي سيبك الكلام ده كله، انا اروح انام، ولا التزام ولا دين ولا بتاع. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. انا اتخيل استكمال المثال الاول، وانه موجود في الصحراء، وانه استوقد نارا، وانها اضاءت له ما بين يديه، غير ان الله تعالى سلب منه آلة الاستيعاب فلا يستطيع ان يستوعب ما يتنزل عليه من الخير، وانما يرى كل شيء آتيا من عند الله تعالى شر والعياذ بالله، فلا هو يؤمن ولا هو يتبع. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الامر بالعباده امر عام، لكن قبل ما نقول الامر بالعباده، رب العالمين سبحانه وتعالى نادى بيا ايها الناس 20 مره في القران، 20 مره في القران الكريم، منهم اثنين هنا في سوره البقره. يا ايها الناس، الامر هنا يا ايها الناس مختلف ايه عن يا ايها الذين امنوا؟ ايه وجه الاختلاف كما تتصور كده؟ يا ايها الناس امر عام، امر بالعباده خلاص، لكن الامر بيا ايها الذين امنوا امر تكليفي، هيبقى مكلفين بشيء معين محدد هننفذه. طيب هنا يا ايها الناس الخطاب للبشر كلهم، الخطاب للبشر، ولذلك تلاقيه في الغالب خطاب مكي، يا ايها الناس خطاب للبشر كلهم، تعالوا لربنا. المجيء في اصله ليس معناه اداء الصلوات، وليس معناه اداء الزكاه، وليس معناه اداء الحج، كل هذه تفصيلات تاتي بعد
انك بس تدخل الباب. فيا ايها الناس خطاب للناس من بره يجوا على هنا، بعد ما يجوا على هنا نبدا ندخل الابواب بقى. فنلاقي ده باب الصلاه، وده باب الزكاه، وده باب الصيام، وده باب الحج، وده باب بر الوالدين، وده باب الكذا، تقرب الى الله سبحانه وتعالى بكذا الى اخره. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. طيب فاكرين لما اتكلمنا زمان عن كلمه الربوبيه، كنا بنتكلم عن سوره الفاتحه، وقلنا ان الربوبيه باختصار انما تعني ان رب الشيء يرعاه، وما دام يرعاه يبقى خلاصه الكلام في كلمتين بس، يجلب له كل نفع ويدفع عنه كل ضر. اعبدوا مين؟ ها؟ ربكم. لو قلنا يا ايها الناس اعبدوا الله، احنا مش معترفين بان في الله لحد الوقت ده، ساعتها هم يقولوا كده، احنا مش معترفين ان في الله، بس معترفين ان في رب. هو ايه موضوع الرب ده؟ ولئن سالتهم من خلق من نزل ليقولن ها مين؟ الله. هم عارفين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل في اذهانهم الى هذا التوقيت الامر عندهم مختصر الى كونه ربوبيه. يعني ايه ربوبيه اللي بيعمل؟ طيب ما احنا عايزين بس ننتقل خطوه من قضيه الربوبيه الى قضيه الالوهيه. فاذا كان هو الرب الذي يرعى ويكفل، فلماذا لا يكون هو الاله الذي يعبد؟ فتاتي المساله كده متقاربه. يا ايها الناس اعبدوا مين؟ ربكم. يبقى كلمه ربكم هنا اتت لتقريب مفهوم الالوهيه ولكن بشكل اكثر بساطه، والله تعالى اعلم. يقول رب العزه سبحانه وتعالى الذي خلقكم. ده هو كانه بيرجعهم لنقطه البدء الاولى. فين نقطه البدء الاولى؟ انه خلق. لما اتكلم عن واحد امبارح بتكلم مع حد، مع مجموعه من الشباب، فبسالهم بقول لهم يعني لو انت حبيت تعمل ليست باحسن الحاجات اللي ممكن تشكر ربنا عليها، يعني حط لي ليست كده ممكن تشكر ربنا على ايه. فقال لي my food, my health, my house, my car, my... وبعدين بعد يجي نص ساعة كده قال لك my parents. You know what I mean? يعني بعد مشوار كده مثلا من هنا نص كيلو ولا حاجة قال لك أبويا وأمي. أمال قال صحتي والعربية والأكل اللي باكله والبيت اللي أنا قاعد فيه وأبويا وأمي. فتقوم تقول له طب ما تيجي نعدل الموضوعات ونجيبها من الاول، ايه رايك الترتيب؟ فيقول لي يعني ايه؟ اقول له ايه؟ ارجع بالزمن كده لحد ما كنت صغير وقبل ما تيجي للدنيا، وهتشكر ربنا على ايه في الاول؟ فقال لي I'm gonna start with my parents right now. Yeah, that's what I mean. If you're gonna thank Allah سبحانه وتعالى about your parents, what are you gonna do about something before that? ذلك من هو؟ رب العزة سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى الذي خلقكم ليعود بنا الى نقطه البدء الاولى. عشان كده لما تقف في الصلاه الله اكبر الحمد، الحمد يعني ايه؟ اتفقنا زمان قلنا الحمد يعني شكر وثناء. طب هتشكر ربنا على ايه؟ على اصل الحياه الاول، قبل ما نقول يا هادي يعني بس كده من البدايه بنقول اني موجود الان، ان الروح موجوده فيا. طب وبعدين النفس. طب وبعدين ان انا بفكر اهو في اللي انا بقوله. طب وبعدين اني واقف على رجلي. طب وبعدين انا قادر اركع وارفع واسجد. طب وبعدين انا هخرج بعد كده. طب وبعدين انا مستور في عورتي. وهكذا وهكذا وهكذا. فتشكر الله سبحانه. فرب العالمين سبحانه وتعالى دائما اذا نقطه البدء الاولى الا وهي اصل الخلق من الاول الذي خلقكم. ولذلك اول ما نزل القران الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما نزل القرآن الكريم كان اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. بيعرفوا الايه؟ الحتة الصغنونة جدا اللي أنت كنت فيها زمان ومتعلق بجدار الرحم كده يا مسكين، ما أنتش قادر تستقل بذاتك. ويبقى ذلك التعلق برب العزة سبحانه وتعالى ما دمت على قيد الحياة. ما لقيناش واحد عاقل من المسلمين أو المؤمنين يقول أنا أقدر أستقل بذاتي. وربنا ورانا الأمثلة للناس اللي قالت أنا أقدر أستقل بذاتي عمل فيهم ايه؟ مين؟ فرعون قال انا ربكم الاعلى، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ايه اللي حصل؟ رب العالمين عمل فيه ايه؟ طيب قارون لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال انما اوتيت على علم عندي، ده بتاعتي انا، دي مهاراتي انا الشخصيه، فخسفنا به وبداره الارض. فالناس اللي قالت انا ولم ينسبوا انفسهم الى ما يتعلقون به من قدره رب العزه سبحانه وتعالى دول ضاعوا. لكن طول ما انت معترف انك بشر، انا بشر ومؤمن، بس ارتفاع هامتي لا
ليس بذاتي وإنما بإقدار الله تعالى لي. قدرتي على التحدث الآن إنما هي بإقدار الله عز وجل أن يدور في العقل هذه الكلمات وأن ينطق بها اللسان وأن يقدر البدن على التعبير بذاته. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا لو احنا قعدنا نشرح في الآية دي في قضية آداب الحوار، آداب الحوار بين البشر، ناخد فيها شوية ساعات كده ممكن تقل أو تكثر، لكن بس نشرح أدب الحوار في هذه الآيات الكريمات. تخيل رب العالمين سبحانه، تخيل أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحدثك كده. رقم واحد، لا بد وأن تكون معا عن أصل الأدب بل والتلطف. متخيل أنت إيه التلطف؟ رب العالمين بيتلطف بهم، رب العالمين بيتلطف بهؤلاء الناس. فبالراحة كده: الذي خلقكم والذين من قبلكم. طبعا مسألة الذين من قبلكم حتى يعطيهم عبرة بمن سبق، وألا يظنوا أنهم أوائل الخلق أو أنهم أواخر الخلق، وحتى يشعروا أنه ما دام هناك من سبق فسيأتي من بعدهم من يلحق، وفي هذه الحالة هيكونوا هم كمان إيه؟ سبقوا. ففيه إشارة إلى وجود السابقين وإلى اللحاق بالسابقين وإلى أمانة ينبغي أن تترك لمن يأتي بعدهم من أولئك الذين سيأتون في أجيال قادمة. طيب، عندنا إحنا كتبنا هنا سبحان الله القدير كيفية الحوار المتحضر، الاستدلال بالظاهر قبل الخفي، التأدب لا يعني انعدام التحدي ولكن بالحسنى، إيقاف الخصم عند حدود قدراته التي يقر هو بها، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. رب العالمين سبحانه وتعالى لماذا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ حتى يحفز هؤلاء. يعني إذا كنا تكلمنا عن أهل الكفر بهذه الكلمات، طب أهل الإيمان هم؟ لو تخيل أنت بتعد ولدك وتقول له ذاكر عشان تطلب منه المذاكرة، تصف له أخبار الفاشلين وما الذي آلت إليه أحوالهم، ثم تصف له نموذجا من الناجحين المتفوقين، فيبقى أنت بتغلق نفسه من هذه النماذج ثم تفتح نفسه مرة أخرى على هذه النماذج، فإذا هو متقد نشاطا وتحمسه لأن يقلد أولئك الذين أنت تريده مثلهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. في إشارة إلى أن المؤمنين يتذوقون ما أعد الله تعالى لهم في الجنة، ولكن وهم لا يزالون في الدنيا. كيف يتذوقون ذلك؟ إلا بأن تحصل في نفوسهم السكينة فيستشعروا جنة الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل أن يروها في الآخرة. ونتوقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا وإياكم على ما بين أيدينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الفهم عن مراده عز وجل. سلمكم الله تعالى وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم. بارك الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.